بمكتبة الأسد تجمع العديد من الأشخاص وبفئات عمرية مختلفة من أجل توثيق كسوف الشمس، والذي يعتبر أحد الظواهر الفلكية المدهشة في مكتبة الأسد بدمشق. اليوم مكتبة الأسد الوطنية التي هي صرح علمي مجهزة بأدوات تساعد الجماهير المحتشدة، لأنني فعلا هناك حشد كبير من الشباب والمسنين وطلاب المدارس والأطفال الصغار أتوا ليستكشفوا هذا الحدث. الجمعية الفلكية السورية كانت حاضرة لتقديم النصائح للأشخاص الراغبين برؤية الكسوف الشمسي، بالإضافة لتقديم الوسائل العلمية والتقنية من أجل رصد هذه الظاهرة بطريقة آمنة. هلأ عنا اليوم ظاهرة كسوف جزئي للشمس. بيصير الكسوف هو عبارة عن ظاهرة طبيعية جدا، بيصير لما القمر بيجي بين الأرض والشمس بيحجب جزء من إضاءة الشمس عن الأرض. نحن اليوم في عنا كسوف جزئي نسبته تقريبا بحدود 40-42% بدمشق، أعلى نسبة هي بالحسكي حوالي 48%. كسوف الشمس له طريقة خاصة بالرصد، يعني لا يمكن أنه تطلع على الشمس بعينك بشكل مباشر أثناء الكسوف، بيسبب طبعا تلف بالشبكية نتيجة أنه الشمس بتكون خفيفة، مثل هلأ اللي نفرض الغيم مغطي الشمس، فعينك مفتوحة والحدقة موسعة فبتفوت أشعة أكثر، وهيك نفس الشيء بالكسوف. هذا الكسوف يلي بدأ في سوريا الساعة 1:05 واستمر حتى الساعة 3:22.40 بعد الظهر، وبلغت ذروته في الساعة 2:10.12، حيث وصلت أعلى نسبة لحجب قرص الشمس محليا إلى 48% وتحديدا بمحافظة الحسكة. حبينا اليوم نشرح للأطفال عن الكسوف اللي رح بيصير بطريقة هيك شوي مقربة لإلهم، أشغال يدوية يقدروا يشتغلوا فيها هنن. بتم شايفين عنا الأرض والشمس والقمر، طبعا عملناه بهذا الحجم مشان نقدر نشوف انه مثل ما نحن هلا حنشوف انه كسوف كلي او جزئي. القمر هو اصغر من هيك حجمه، بس اختراع تاريخي اخترعه ابن الهيثم. هو صدفه اكتشفوه لما فات الضوء تبع الشمس من ثقب الباب، وشافه كيف تضخم تقريبا بشكل صغير وشاف ظله. فنحن بنحسن نشوف الكسوف الشمس بشكل طبيعي عن طريق دخول ضوء الشمس من هالثقب الصغير اللي هو ثقب الابره، ولحا يشكل ظل هون بشكل بالشمس. هو كتير رح يكون طبعا بسيط، بس رح يبين انه جزء من الشمس هو محجوب بالقمر. كسوف الشمس هي ظاهرة فلكية تحدث مرة كل عام، لتصبح فيها الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، وبتتميز بأشكال مختلفة كلي وجزئي وحلقي وهجين.